فاش كنحمل نتفكر داكشي اللي وقع تكرات القراص حبانت كلشي هو والله الا كتبقاو فيا زعما دبين نتوما مع القرايه ديالك انت ما تقراش لا انا هادشي فين وصلتي انت هادي لا هادشي فتوني فهمت انا هادشي كامل صافي انت فهمتي هادشي انا فهمت انا الباك فهمت له مو داكشي شويه عبقري فهمتي قرا توفيق حتى قرا لي كور ديالك الله يعاونك اخويا تقدر تشرح لي شي لعيبات بحال دابا هاد اللعيبات دابا انا فاهم بواحد الطريقه عبقريه ما نعرفوش تفهموا لعيبات لا اشرح لي واخا دابا بحال دابا نحاول نشرح لك انت انا عارف ما غاديش تفهم زعما هاد الصوت هذا هذا قرني هضرت في الفيزيكا زعما زعما الطريقه هذه باغي يسمح لي طريقه عبقريه انا باش فهم هاد الشيء انت مثلا هاد مثلا الكور الاولي هاد الكور الكره الاولى انت دابا لا بحال هكا صافي الكور داز انا صافي انا فهمت الكور دابا صافي هذاك الشيء عبقري داك الشيء عبقري عبقري داك الشيء شويه قرا انت الطريق سير كذا انا هادشي فاهمو مبروك مبروك الله خديتي الباك انا الباك واخدو دابا انا شوف لي من مور الباك شنو الباك الله يهديك زعما شنو دير من مور الباك ما نعرف واش يقبلوني فشي مداريس ولا حيت دابا العباقره واقيلا مرفوضين في المجتمع يقدروا ما يعطيوكش الباك حيت انت عبقري هادي بحال هكا تشوفها بعينيك هادي العبقري هو التجربة ما عمري غادي ننساها هي إيه كتبان عادية ولكن بقى فيها الحال بزاف هادشي ساهل هادشي ايزي باش تعرف فين ضابط الترونكليش اسيدي انا برافو عليك جوري عندك كتمشي تزكر ولا شي حاجة كضابط المسائل ديالك دابا الوالد هادوك اللي كيسقطوا في الباك واش ميت لهم شي حمار في الراس ولا دابا هادشي يسقط عليه الواحد انا عارفك ما غاديش تسقط عارفك المهم راه كلشي كيسير الباك فهمتي الحلم ديالي ولي يكون عندو الباك انا باش نمشوش انت خاصك تجيبو الحلم ديالي ولي يكون عندو الباك انا باش نمشوش صافي انا واجد صافي واجد انا وجد لي داك الزبيب والحمص والبنان والعواصر فهمتي انا واجد العصير والزبيب والبنان فيه دليل هذا تينيس الا تختفي فراسك بزاف كتولي بحال شي بطل كيامن بالبطوله ديالو غير هو بوحدو ما عرفو حتى واحد شي طرا ليا شويه صعيب صعب هذا العمل ياك صعب هذا العمل ولكن المهم كتبنا شي لعيب السؤال الاول داك السؤال الاول عليه شي 0.5 صافي هو الثاني والثالث انا خدمت غير ما خدمتش الخمسه والخمسه صاحبي هو 15 نقطه صافي مزيانه هادي شنو دابا اخي زاد شنو دير دابا شنو صافي شنو دير صافي شنو 15 نقطه ما كفانيش الوقت انا واخا ما كفاكش هما ما كيعرفوش داكشي زعما المصحيح يقدر يحس بيا ولا شي يعرفني ماش يحس بيك اصاحبي راه ما كاين لا الو بن عيسى صافي راه السراح راه واجد صافي راه واجد السراح وجد له الكتيبه الصيف كامل غيكون خدام معاك لا ما كيطلب لا ثمن لا والو عطيه شي 15 درهم في النار ولا عطيه كاع شي 9 درهم في النار راه كثرتي ولي كانت شاشه ديال الضلال سيفطوا ليها راه قراي راه عبقري هو عبقري دغيا كيفهم الخدمه فهمتي ولي كان داك الحجر ديال السكه هذوك اللي كيعمروا الحجر ديال السكه مع الطناج ديال النار باش يدوز الثاني كيعمر داك الحجر السخون يديه تما مره يضرب شي بريكولات لا ما يطلبش الثمن 30 ريال في النار المهم الصيف كامل شتي دابا غسل اصاحبي خدام عندك انا اصاحبي او انت اللي سقطتي معندي ما ندير لك انت اللي سقطتي اصاحبي واش قلت لك انا اسقط صافي اصاحبي غسل وزيد تاع هذا السؤال الخامس السؤال الخامس هو 15 نقطة 15 نقطة يا زلمة